جزاكم الله خيرا. هذه السائلة لها مجموعة من الأسئلة. تبدأ هذه الرسالة فضيلة الشيخ وتقول: ما هي العدة التي يجب أن تعتد بها الزوجة المتوفى عنها زوجها الغير مدخول بها؟ العدة هي مثل المدخول بها، 4 أشهر 10 أيام، المدخول بها وغير المدخول بها كلاهما سواء. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا شامل للمدخول بها وغير المدخول بها. تعتد 4 أشهر 10 أيام وتجتنب الزينة والطيب والتحسين و تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة. نعم.